ما هو احنا مشكلتنا هيأتي بقضة من حديد ده، هيجي المفرز. بانقلاب، هيجي بانقلاب، هيكون عسكري، واحنا جربنا صراحة الحكم العسكري، ما في حل ثاني. يعني انا وسعيد جعفر قوي، حاجي كيف حاحكم؟ ما حاقدر. حيجي زول عنده سلاح، عنده بندقيه، يا هو حمدان دقلو يا البرهان كده، يعني ناس عندهم قوه عشان يجي يحكم. لا لكن شخص يكون فانت مصلح، حيجي يعني ممكن يكون شخص قوي جي لكن استخدم الاساليب الحديثه، يتغير التعليم، يعني الاجيال الجايه كلها تكون اجيال مختلفه تماما، تربيه طيب، ما صحيحه. هو الفكره انه احنا الان لانه القوه محتكره عند اطراف معينه، نعم يعني محتكره عند الجيش، عند الدعم السريع، عند الحركات المسلحه، يعني دي الجهات اللي عندها سلاح وحاولت فعلا انها تحصل على السلطه. الحركات المسلحه حاولت قبل كده يعني تغزو الخرطوم وتستلم الحكم، فشلت. الدعم السريع ايضا حاول وفشل، وهكذا. فالحل انا في رايي انه احنا نبعد دير كلهم عن السلطه، لانه السلطه اذا كانت مطلقه في الغالب بتؤدي الى مفسده مطلقه في الغالب. احنا نقول انه ما ممكن يجي واحد من الجيش كويس، اي ممكن، لكن احنا بنتكلم عن التجربه اللي قدامنا، 3 انقلابات عسكريه، عبود، نميري، البشير والبرهان. يعني التجربه خير دليل. السلطه بتؤدي الى استبداد في الغالب، خاصه اذا كانت مسنوده بقوه. ما انت خلاص انت قوي وممكن تعمل اللي انت دايره. فلذلك الصحيح انه دي ما منافسه يعني متوازنه. لما انت عندك سلاح انا ما حقدر اعمل لك شيء، فانت حتكون متشبث بالسلطان، خاصه اذا كان حكمك شاب شيء من الظلم او شاب شيء من الفساد او شاب شيء من عدم العدل، بتكون خايف من المحاسبه. دي الفكره، بتكون خايف، ولذلك حتتشبث، حتعمل اي شيء على اساس انك تفضل. وده الواقع، يعني احنا ما بنتكلم عن شخص بعينه، حتضطر تاخذ قرارات بناء على هذا الخوف. ايوه حتدخلك الخوف في ده بيخليك نعم عشان تستغرقك اكثر. نعم اكثر، ايوه ده الكلام الصحيح. فلذلك احنا عشان نبعد الشيء ده، انا في رايي انه العسكر كلهم يبعدوا عن السلطه، يتركوا المجال للمدنيين. المدنيين ما معنى انه والله داير اجيب قحط. انا كل ما اقول المدنيين انت داير قحط يا اخوان المدنيين، لا انتم ما مدنيين، انت ما مدني يا سعد، كلنا مدنيين. فالبيب نعشون نجوم من المدنيين ديل ناس كويسين، ده يعني لو قلنا خلاص قحط دي سيء او سجن رماد وكعب، جيبوا مدنيين كويسين. انا حس المدنيين بقول جيبوا مدنيين كويسين مستقلين، حتى رشحت شخص باسمه بعينه عندي، يعني ان شاء الله زول كويس ومتمم اساس هو ذاته يجيب معه ناس كويسين، والبلد على الاقل تشوف نفس تمشي لقدام. ما هو اذا في سيستم صحيح ما حيكون عندك مشكله تجيب قحط او غير قحط، اذا عندك سيستم صحيح فيه ما ده كلامي لك. بعد ما حيفرق تجيب تقح تقدم يجيك جبهه قويه، ما حتفرق، ما في مشكله. ما احنا عشان نبني لكن السيستم ده الكويس، لازم في البدايه، في البدايه الزول اللي بنجيبه ده يكون كويس ومتفق عليه. ما انت لو قدرت تجيب زول الثاني بيقول لك لا ديل قحاطه ما كويسين، لو جبت زول من الكيزان القحاطه بيقول لك ده كوز مفسد حرامي لسه، ما حنحل المشكله. احنا دايرين حل وسط الان عشان البلد تمرق، حل وسط قلنا يا اخي نجيب كفاءات مستقله، لا ديل ولا ديل، ما دايرين لا كيزان، ما دايرين لا حاطه، ما دايرين لا جيش، ما دايرين لا دعم سريع، كلكم برا، ما انتم كلكم جزء من المشكله، ما يعني ما حنخليكم جزء من الحل، انتم جزء من المشكله. ابعدوا، خلوا ناس ما عندهم اي دخل في المشكله دي يجوا يقعدوا يحاولوا يصلحوا، ما خلاص ما عليه ضغط من اي جهه، لا في حزب بيوراه ويضغط عليه، لا في جهه عسكريه بتضغط عليه، ولا في حيمشي بالشيء اللي هو بيعتقد انه هو ده الاصلح للبلد عشان البلد تمشي لقدام. بعد ذاك زي ما قلنا في فتره الانتقال دي الناس يتفق على النظام يعني متوافق عليه يصلح للبلاد. لو شافوا انه والله دايرين يعملوا انتخاب، لو شافوا دايرين يعملوا اهل حل وعقد، لو قام خلاص شيء يتفق عليه، ما انت ما عندك قدره انك تلزم ناس. يعني انا عندي تصور معين لكن قد ما اقدر امشيه، ما اقدر انا افرضه على الناس في الشكل مش في الاصل. الاصل مع الحكم بالاسلام ده ما فيه خير، لكن في الشكل، الشكل الناس اذا اتفقت على اي شكل ما عندنا مشكله. لكن الدكتاتور المصلح او القوي المصلح ده الوصول له بقى صعب، احنا ما عارفين من وين نجيبه. لكن بنتمنى انه حتى اللي احنا بنختاره يكون عنده القوه انه ينفذ قرارات. هي القرارات دي بتنفذ كيف؟ اذا الاجهزه بتاعت الدوله ساعدته بتبقى المساله عنده قوه،
إذا أجهزة الدولة بدأت تعطل وتحاول تلتف عليه وتحاول تحفر له قراراته هتفسد، ما هيقدر يعمل شيء. هي المشكلة كلها في الأجهزة بتاعت الدولة، والأجهزة بالذات الأجهزة الصلبة بتاعت الدولة. أجهزة الصلبة بتاعت الدولة إذا معاك بتمشي. وأنا ده المزعلين كان من الكيزان. شنو الكيزان؟ كل أجهزة الدولة الصلبة كانت معاهم، لكن للأسف فشل. نعم، فهنا لا نهرب.